يعطيكم العافية. اليوم بدنا نحكي عن تجربة رقم 5. بدنا نرجع للpreparation مرة ثانية. بدنا نحضر أحد الدروبس اللي هي الإير دروب سوليوشن. الأوبجيكتيفز للابنا اليوم، أول إشي بدنا نحضر أحد الإيكس الإير واكس ريموفرز اللي هي صوديوم بايكربونات إير دروب، ونفس التحضير اللي راح نحضرها اليوم نعملها ليبلينج ونسلمها. بنعمل عليها نفسها patient counseling، وحكينا لكم من الأسبوع الماضي مين الطلاب اللي عندهم patient counseling لازم يكونوا ready. وفي عنا assignment، الassignment calculation، بدنا نعمل some calculation related لل preparation اللي هي عن ال calculation of the strength of the different ingredients in the preparation. هلأ معظم الأوفيشيال إير دروبس بيكونوا بشكل simple solution. This solution contains medication to treat several conditions. ممكن يكون medication to treat mild infection. Example عليها موجود بالماركت الكلورامفينيكول إير دروب. ممكن يكون ال purpose لل medication as wax removing agent زي تحضيرتنا اليوم اللي بدنا نحكي عنها بالتفصيل اللي هي الصوديوم بايكربونات هو ال active ingredients. ممكن يكون ال use the medication as antiseptic and anesthetic، وممكن يكون anti-inflammatory agent. طبعا احنا بدنا نحضر solution، احنا بنعرف انه solution يعني solute و solvent. ال commonly used solvent بكل pharmaceutical preparation بتعرفوا انه الووتر. ليش الووتر؟ لانه الووتر هو non toxic safe، هو ال common solvent in our body available. لكن احيانا نضطر نستخدم other vehicles مع الووتر. كل vehicle بيكون يعني له purpose for use. ال common vehicles اللي بنستخدمهم عادة في ال ear drops هم البروبلين جلايكول والجليسرول. يعني تحضيرتنا اليوم فيها الجليسرول، راح نحكي ليش استخدمنا الجليسرول مع الووتر. الإيثانول بال ear preparation بصراحة not a good vehicle. ليش؟ لأنه بيعمل stinging action، يعني بيعمل وخز بالأذان، فعشان هيك استخدامه limited أو استخدامه قليل في ال ear preparation. هلا تحضيرتنا اليوم هي أحد الواكس wax removing agent. Why we want to remove the wax from the ear. خلينا نحكي شوي عن الواكس اللي هو موجود بشكل natural in the ear and called cinnamon، بسموه cinnamon بالعربي صملاخ، هاي المادة الصفراء الشمعية اللي بصير لها secretion by wax gland. طبعا هي موجودة بشكل natural، وهي كمان يعني مفيدة لانه بتعمل بروتكشن للانر اير، بتعمل زي فيزيكال بارير، فبتمنع اي اشي بيدخل على الدان انه يدخل على الانر اير. فهي يعني بالوضع الطبيعي هي جود يعني فور بروتكشن اوف ذا اير. لكن شو اللي بيصير اذا صار لها اكيوميليشن؟ يعني عم بصير مثلا في اشخاص عندهم اكسسيف برودكشن لهاي الواكسي ماتيريال وميم الإليمينيشن، يعني ما عم بنظفها بشكل ريجولارلي. ومش بس هيك، يعني مع الوقت ممكن يصير في عنا مثلا شيدينج للإبيثيليال سيل، يدخل على الدان، هير داست فايبرز، أي إشي مع الوقت بصير لها هاردينينج، بعدين بتعمل زي لاير، وهاي اللاير ويل امبير هيرينج، يعني بصير عنده يا سمعه بصير ضعيف أو بصير عنده هير لوس، غير أنه ممكن تعمل انفكشن، ممكن تكون painful. عشان هيك هاي الهاردند إير واكس بدنا نعملها ريموفال. بس قبل ما نعملها ريموفال لازم نعملها إيش؟ فراجمنتيشن، يعني بدنا نكسرها أول إشي لأنها هاردند، ما بنقدر نشيلها ككتلة واحدة أو كقطعة واحدة. بدنا نعملها فراجمنتيشن وبعدين بدنا نعملها ريموفال. فتحضيرتنا اليوم هي أحد الماتيريال اللي بتعمل فراجمنتيشن للهاردند إير واكس. هاي الفورميلا طبعا ماخدينها من البريتش فارماكوبيا، الفورميلا to dispense 100 ml sodium bicarbonate إير دروب. الفورميلا الأكتيف إنجريدينت هو الصوديوم بايكربونات، يعني هو الدرج، هو اللي بيعمل فراجمنتيشن للهاردند إير واكس. نسبته لازم تكون 5 غرام بالمية. الجليسرول ليش ضفناه؟ ضفناه لعدة أسباب. أول شيء الجليسرول مادة فيسكس، فهو بخلي التحضيرة كلها فيسكس، وبالتالي ليش بدي التحضيرة فيسكس؟
كل ما كان تحضيره فسكس أكثر، كل ما زادت الكونتاكت تايم ما بين الميديكيشن وما بين الأفكتد تيشو، يعني ما بصير في عندي ليكج. لما بتعطي الدوز للبيشنت أو بتنقط له النقطة، هاي النقطة بتضلها بمكانها، ما إنه بصير لها ليكج سريع. غير إنه الجليسرول سيمي بولر سولفنت، وبالتالي هو بيساعد بالميلتينج أو بالسوفتنينج للإير الواكسز. إذا هو بيساعد الصوديوم بايكربونات إنه بيعمل ميلتينج للهاردند إير واكس، بيعمل له سوفتنينج، غير إنه مادة فيسكوس بيرفع الفيسكوسيتي لكل التحضيرة. طبعا الووتر اللي راح نستخدمها بتحضيرتنا اليوم لازم تكون فريشلي بويلد اند كولد بيوريفايد ووتر، مقصود انها لازم تكون دي جازد ووتر. هلا بالسلايد اللي بعده بدنا نفهم كيف الصوديوم بايكربونيت بيشتغل بالضبط. هذا السلايد بيوضح كيف الصوديوم بايكربونيت بيشتغل از واكس ريموفر. هلا الصوديوم بايكربونيت هي ماده بيز بيزك دريج، والواكس هي ماتيريال اللي موجودة في الإير سلايتلي أسيدك. فلما بندخل الصوديوم بايكربونيت على الإير بصير في عندي أسيد بيز رياكشن، نتيجة هاي الرياكشن بيطلع عندي غاز السي أو تو. هذا الغاز هو اللي راح يعمل إيش؟ فراجمنتيشن للهاردند إير واكس. هلا التحضيرة لازم تكون معاها دروبر، بتعرفوا انه الدوز بالنسبة للدروبس بشكل عام لازم تكون قليلة in drops، و to measure the dose بحاجة للدروبر. بتتذكروا بالانترودكشن حكيت لكم في عنا نوعين من الدروبر، في عندي integrated dropper وفي عندي separated dropper. بتتذكروا لما حكينا انه الانتجريتد هي preferable اكتر لانه هي نسبة الكونتامينيشن فيها اقل من separated dropper، بس احنا اليوم راح نستخدم بهاي التحضيرة separated dropper. نعمل dispensing لعشرة ml فقط من الصوديوم بايكربونات اير دروب. طبعا انتو بتعرفوا انه الاير دروب او الاي دروب او النيزل دروبس ما في داعي نحضر منها large volumes لانه الدوزز تبعتها قليلة ان دروبس، فعشرة ml كافية للكورس اوف تريتمنت. عشان هيك احنا اليوم راح نحضر عشرة ml، بس بدنا نتذكر انه الاوريجينال فورمولا هي لمية ml، معناته بدنا نعمل ريدكشن للانجريدينت عشان نحافظ على الكونسنتريشن. صوديوم بايكربونات كان تتذكروا بالاوريجينال فورمولا 5%، معناته للعشرة قديش؟ نص جرام. الجليسرول كان 30 مل للمية، معناته للعشرة قديه؟ 3 مل. والسولفنت اللي راح نستخدمه اليوم هو عبارة عن freshly boiled and cooled purified water، بمعنى آخر يعني السولفنت لازم يكون دي جازد ووتر. مهم يا جماعة بتحضيرتنا اليوم انه احنا نستخدم دي جازد ووتر، ضروري الووتر تكون فري اوف جازز، خصوصا غاز السي او تو. ليه؟ لانه غاز السي او تو بخلي الووتر اسيدك، والاسيدك ووتر بتعمل ايش؟ بتعمل ان اكتيفيشن للدرج تبعنا اللي هو بالاصل ايش؟ بيزك درج. الميثود اوف بريباريشن، كيف بدنا نحضر الفورميلا؟ الفورميلا زي ما شفناها بسيطة، الانجريدينتس اللي بنضيفها تو انجريدينتس بس. هلا احنا اليوم في عنا مشكلة بإضافة الجليسرين، الجليسرين مادة كتير فيسكوس وبحتاج منه 3 ml. هلا لو بدي اجيب سلندر وعبي فيها 3 ml جليسرين واضيفهم على الكونتينر، يمكن ينزل منهم 1 ml وبقية ال 3 ml يعلقوا بجدران السلندر. عشان هيك احنا افضل طريقة انه انا اضيف فيها ال 3 ml كاملين من الجليسرين انه احنا نعمل ايش؟ نعمل تيرينج مرتين، يعني الكونتينر تبع الاير دروب لازم يكون امبر فلوتد هكساجونال، لازم يكون معاه دروبر. بدنا نعمل له تيرينج مرتين، مره لثلاثة مل ومره للعشره. بعدين بعد ما اعمل احط تو تيرد مارك عليه، بدي ابلش باضافه الجليسرول. الجليسرول قديش بدي اضيف؟ بدي اضيف اب تو 3 ام ال اللي عند التيرد مارك الاولى. بعدين بوزن النص جرام من الصوديوم بايكربونيت وبضيفه على الكونتينر، بعدين بضيف عليهم 4 ml من الديستلد ووتر دي جازد ووتر وبحركهم حوالي 2 minutes لحد ما الصوديوم بايكربونيت ايش؟ يدوب. بعدين بكمل بالووتر كيو اس لعند التيرد مارك الثانية اللي هي 10 ml. بس بدي ارجع اذكركم انه
دائما قبل ما نوصل الفاينل فوليوم بنحاول نستخدم دروبر. دائما الفاينل ادجستمنت للفوليوم اوف سوليوشن should be done using a dropper. هلأ بدنا نعمل إيش الليبلينج. هلأ الليبلينج الليبل راح نشرحها بالتفصيل باللاب. بنبدأ أول شيء الكالر برينت راح يكون ريد لأنه هاي تشبه أكثر الإكسترنال بريباريشن. الكونتينر لازم يكون فلوتد هيكساجونال with a dropper to measure the dose. طبعا بنكتب اسم التحضيرة اسم زي ما تعودنا اسم التحضيرة 10 ml of تركيز الاكتيف انجريدينت كبيرسنت 5% ويت بير فوليوم صوديوم بايكربونات اير دروب سوليوشن والريفرنس هو البريتش فارماكوبيا. الدوز لهي التحضيره عاده نعطيها من 2 to 3 drops in the affected ear 2 to 3 times per day لمده 5 ايام. طبعا الستورج كونديشن على المين ليبل لازم تنكتب ستور ان كول اند دراي بليس. ليش كول؟ لانه حكينا الصوديوم باي كربونات بصير له ان اكتيفيشن بالحراره ودراي بليس لانه الجليسرين ماده هايجروسكوبيك فلازم نحطه في دراي بليس لانه بالمويستشر بيعمل ابزوربشن للمويستشر في المويستند اريا ولازم عشان نحافظ عليكم في دراي بليس. الشلف لايف لازم نكتبه على المين ليبل برضه 1 month مش بنكتب 1 month بذكركم انه احنا بنكتب التاريخ بعد 1 month من dispensing date. الاوكسيلياري ليبل طبعا هاي التحضيرات الاير دروب زمان كانوا يكتبوا عليها for external use فهي كانت تعمل confusion عند البيشنت كيف external use وهي بنحطها باحد البادي كافيتيز فصرنا specific اكثر نكتب for the ear use only و not to be taken by mouth يعني زيادة في الاحتياط عشان ما يشربها البيشنت. وطبعا كل التحضيرات لازم تكون labeled by keep out of reach of children. طبعا during counseling أو إذا صرفنا هاي التحضيرة بالصيدليات لازم عادة نحكي the proper method of administration of ear drop. أول شيء we should clean the ear with warm water and dry thoroughly. نعمل washing the hand. طبعا يفضل انه البيشنت ما يعمل سيلف ادمنستريشن للقطرة يعني هو ما ياخذ القطرة بنفسه حدا ثاني يعطيها بعطيها بشكل افضل. هلا اللي بده يعطيها مفروض انه يغسل ايديه كويس وبعدين يشيل الكاب تبع الدروبر يفتحها مثلا اذا كانت من نوع سيبريتد دروبر. هلا بنخلي البيشنت انه يا اما بينام اسايد على جنبه بحيث انها تكون افكتد اير فيسينج ابورد اتجاهها للاعلى أو بعمل تلتينج لراسه بزاوية معينة عشان نفس الهدف إنه يخلي الإير المصابة أفكت فيسينج أبورد. بعدين هلا في حركة يا جماعة بدنا نعملها في الإير لوب. الإير كنال طبيعتها مش ستريت. هلا إحنا في حركة بدنا نعملها في الإير لوب الهدف منها إنه إحنا نعمل ستريتينينج للإير كنال عشان القطرة تفوت ديبر. هلا هاي الحركة اللي بدنا نعملها بالإير لوب بتختلف حسب البيشنت إذا كان أدلت أو إيش أو تشايلد. هلأ إذا كان البيشنت أدلت نمسك الإير لوب وبنرفعه أب أند باك يعني بنرفعه لفوق وللخلف. شو الهدف من هاي الحركة؟ إنه نعمل قبل ما ننقط الدروب داخل الإير الهدف من هاي الحركة إنه نعمل إحنا ستريتينينج للإير كنال. لكن إذا كان البيشنت child أقل من 3 سنوات العكس إحنا بنسحب الإير لوب لتحت وللخلف down and back. إذا حكيت لكم نفس الهدف إنه نعمل straightening للإير كنال بعدين بننقط العدد المطلوب من الدروبس مثلا مطلوب مثلا 3 لـ 4 حسب ما هو مكتوب بالبرسكريبشن. بعدين بنخلي البيشنت على نفس الوضعية. بدنا ننتبه إنه نحن لما نعطيه الإير دروب لازم ما يصير في عندي تاتش ما بين الدروبر وما بين الإير تيشو يعني ما لازم تلامس القطرة الأذان المريض نفسها عشان ما يصير في عنده contamination. وبعدين بنخلي البيشنت على نفس الوضعية عشان يستفيد من القطرة وما يصير لها ليكج بنخليه نايم بنفس الوضعية حوالي few minutes حوالي 2 minutes. بعد هيك طبعا إذا كانت التو إيرز affected نعيد البروسيجر مرة ثانية بالإير الثانية بعدين بنسكر الكونتينر properly وبنغسل إيدينا مرة ثانية.
الأسايمنت زي ما انتو شايفين هو عبارة عن كالكوليشنز. أول شي بدي أحسب الدنسيتي للتحضيرة تبعتي. الدنسيتي، قانون الدنسيتي يساوي الويت بالجرام على الفوليوم بالمل. الفوليوم معروف اللي بدي أحضره، أنا بدي أحضر 10 ml. بضل أعرف قديش الويت لهذا السوليوشن، معناته أول خطوة بالتحضير قبل ما نبلش نعمل ولا إشي، قبل حتى التيرينج، بروح بوزن الكونتينر وهو فاضي وبسجل وزنته عندي. وبس اخلص تحضير، يعني اعمل كيو اس بالووتر اب تو 10 ml اللي هو الفاينل فوليوم تبع السوليوشن تبعي، بروح بوزن مره تاني الكونتينر مع السوليوشن. فرق الوزنتين بتكون هي الويت اوف سوليوشن ان جرام. بقسم هذا الويت على الفوليوم اللي هو 10 تحضيرتنا، بكون حسبت الدنسيتي للبريباريشن. طيب المطلوب الثاني بدي احسب قديش البيرسنتج ويت بير فوليوم لكل انجريدينت، الصوديوم بايكربونات ولا الجليسرول. الويت بير فوليوم هو عبارة عن قانونه حسبته قبل هيك، الويت سوليوت بالجرام على الفوليوم سوليوشن اللي هو 10 ضرب 100%. اوكي، بدي اعمل هذا الحكي للصوديوم بايكربونات ولا الجليسرول. بننتبه انه الجليسرول مادة ليكويد، وبدي ادخل الويت في جليسرول، معناته عشان احول الليكويد او الفوليوم الى ويت بحاجه للدنسيتي، واوريدي الدنسيتي معطاه للجليسرول معك والاساينمنت، بضرب الفوليوم في الدنسيتي بكون حولته للويت. اذا مطلوب منكم تحسبوا للبرسنتج ويت بير فوليوم لمين؟ الصوديوم بايكربونات وللجليسرول. ومطلوب كمان تحسبوا للبرسنتج ويت بير ويت برضه للصوديوم بايكربونات ولا الجليسرول. الويت اوف سوليوشن طلعناه بالخطوه الاولى لما حسبنا ايش، لما حسبنا الدنسيتي اوف ذا بريباريشن. يعطيكم العافيه.